ضابط الشرطة القضائية حكموا عليه بخمس سنين ديال الحبس سجنا النافذة، من بعد جلسة ديال المناقشة أمام المحكمة استمرت ثلاثة ديال السوايع، وهذا الملف مازال ما تسالى وباقيين ثلاثة ديال عناصر الأمن الوطني، جوج في حالة اعتقال وواحد في حالة صراح. والسبب من هادشي كله عباد الله قرعة ديال الفودكا هي اللي تسبت في هذا الدمار كامل، شي في الحبس وشي مشى للقبر، وهادشي اللي غادي نعرفوا التفاصيل ديالو في حلقة اليوم. الوقائع ديال هذه القضية الغريبة والعجيبة كترجع لسنة 2022، ولكن الحكم صدر غير هذا الأسبوع الأخير اللي داز. واحد الشاب كيف كتروي العائلة ديالو، ولكن كاينة رواية أخرى مثبتة بالكاميرات كتقول بأنه دخل الكوميسارية على مخالفة ديال دراجة نارية. هذه القضية معروفة عند الرأي العام وبلا ما نذكر الأسماء، دخل الكوميسارية على دراجة نارية صحيح صحيح وغادرها محمولا إلى القبر مباشرة. بدات التفاصيل ديال هذه القضية ملي كانت واحد الدورية ديال رجال الأمن على سيارة النجدة، الصافيط اللي على بالكم كتقوم بالدوريات اللازمة كيف العادة بشكل روتيني، وأثناء المرور ديال هاد الدورية من أمام واحد الحديقة كتفاجأ بشاب وشابة جالسين على واحد الكرسي إسمنتي. توقفوا عناصر الأمن وتقدموا من أمام هاد الشاب وطلبوا منه يقدم اسمه والمنطقة اللي ساكن فيها، جاوبوا. ولكن فجأة واحد من عناصر الشرطة كيكتشف أو كيلاحظ بأن ديك الفتاة اللي معاه كتحاول تخبي شي قرعة، قرعة ديال الفودكا، وهنا تقدم الشرطي وحيدها ليها ولاحها في الصافيط ورجع باش يقوم بتصفيد، يعني يدير المينوط لذاك الشاب اللي كان تما. الشاب مرضاش وما تسرطاتش ليه، الله يرحمه والله يغفر ليه، قال لهم والله ما تديروا ليا المينوط، ودار هكا يعني باش يعكسهم، يعني ولا من الصعب على الشرطي باش يدير ليه المينوط في يديه. ولكن رجال الأمن ما بغاوش يتفاكوا معاه وقالوا والله تنديوك، والشاب حتى هو ربما كان ضارب مفوت مزيان، الله يرحمه والله يغفر ليه من هذا المنبر، حتى هو حلف بحلوف وما يتشك. والاكثر من هادشي كله واللي زاد استفز رجال الامن، ولو انهم موظفو شرطه ما خاصهمش يستفزوا، ما خاصهمش يتعرضوا للاستفزاز نهائيا، وخاصهم يخدموا بالعقل والذكاء وماشي بالعنف والتعنيف، وهذا هو اللي كان سببه. قالوا ليه والله حتى غادي تطلع معانا. الاخر حتى هو زاد كيصعد اكثر، خصوصا وانه ضرب النص ديال القرع، وهادشي موثق في المحاضر ديال الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه. اثناء المشاجره مع هذا الشخص واثناء محاوله التصفيد ديالو رفض الامتثال وهز يديه كيف قلت لكم الى مستوى راسي باش يخلق صعوبه على الشرطي اللي كان كيحاول يركب ليه المينوط، وقال ليه يعني هاد الشاب المرحب خاصك تعرف شكون انا، ووقف من بلاصته وبدا كيخسر الهضره وقال كلام نابي، وزاد كيقول راني غادي نحكمك، راني غنضربك شي ضربه خايبه، راني بطل العالم في، يعني كان باغي يقول الكاراتي وما كملاش. هنا كينقاطع الصوت والصوره ديال الكاميرا المثبته عند الشرطي، وكيتسمع واحد الصوت ديال ضجيج وصوت سقطه مدويه كتمثل في سقوط المعنيين بجوج، يعني الشرطي والهالك معاه. ولكن رجال الامن تمكنوا من بعد من التصفيد ديالو، داروا ليه المينوط، ورغم هادشي كله مازال كان داك الشاب كيسب ويخسر الهضره. وتسمع ايضا في من خلال تسجيلات ديال كاميرا الشرطي صوت رجل الامن هو كيطلب المؤازره عبر جهاز اللاسلك، في حين ان الهالك كان مازال كيردد كلام نابي بحكم انه ربما كان في حاله هستيريه نتيجه الاستفزاز ونتيجه الكحوليات او الكميه الكبيره من الكحول اللي شربها، خصوصا وان الناس رجال الشرطه القضائيه لقاو القرعه مناصه، يعني ضرب النص ديال الفوضى. اذا التطورات الاخطر من هادشي كله اللي غادي يتوقع، وهي في اللحظه اللي غادي يتم فيها نقل الشاب الهالك الى مقر الكوميساريه. وقبل ما نقولوا التفاصيل، ففي اليوم التالي وعلى الساعه تقريبا الوحده وشي حاجه، كيتصلوا رجال الامن من داخل المخفر وكيعيطوا للفرقه الوطنيه لفرقه الشرطه القضائيه وكيخبروها بان شي شاب كان مجدود في الحراسه النظريه وتصاب بازمه صحيه وتهز للمستشفى للاسعاف، ولكن غير وصل للسبيطار هو كيموت. هنا تدخلت الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه وقررت دير ابحاث معمقه، والبحث بين بان الشرطيين للاسف كانوا كيكذبوا. فالطبيب قال لهم داك السيد راه وصل عندي ميت وشبعان موت، وخبرتهم بهذا الشيء وقلت لهم وقلت لهم السيد راه ما ماتش هنا، راه داخل للسبيطار ميت. وهنا فين صدرت التعليمات ديال النيابه العامه باش يتم اجراء ابحاث اخرى اكثر تعميقا وتعقيدا في هذا الملف الموتي. ولكن شنو وقع في الكوميساريه؟ هادشي اللي غادي نعرفوه الان، خليكم معايا وديروا اللايك والبارطاج وتلقوا ديناتكم معايا مزيان. بحال هاد القضايا كنقدموها للعبره ولكل غايه مفيده باش الناس تستافد وتاخذ العبره والدرس
وتاخذ دروس من بحال هذا الواقع، سواء كان الامر كيتعلق بمواطن عادي شاب او حتى موظف في جهاز الامن الوطني. من بعد ما تحال هذا الملف على الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه، اول حاجه قامت بها هي مراجعه الكاميرات ديال المراقبه. من الكاميرا التسجيلات اللي كانت تمات من الكاميرا ديال المراقبه اللي كاينه في الصدريه ديال الشرطه الى الكاميرات ديال المخفر، وعينات مجموعه من الوقائع المثيره اللي غادي نعاودوها. الشاب الهالك بمجرد ما دخل المخفر وهو كان في حاله سكر شديده كيف قلت لكم، بدا كيلعب الكاراته عي مع الحيوط، كيدور وينقز ويضرب هذا الحيط او يخبط الباب، وفي نفس الوقت بقى مستمر في الكلام النابي، وكل ما جاء عنده شي شرطه كيحاول يهدئه او يتكلم معاه بالتي هي احسن باش يثبت شويه، كان عاد ما كيزيد يصعد اكثر فاكثر، الى درجه انه قال لهم غادي نشوف ذاك البوليسي غادي طيط الخبر فراسكم بلا ما نخسروا الهضره، كملوا من عندكم راكم عارفين. دازت عده ساعات على عمليه توقيف والايداع في المخفر ديال الشرطه، ولكن الشاب الهالك رحمه الله وغفر له ما بغاش يبرد، وتصاب بحاله هستيريه غير مسبوقه، وهنا تدخلوا شي رجال امن وقاموا بتصفيضه وعاوتاني من جديد وطيحوه على الارض على كرشه. وهذا هو الوضع اللي بقى لي ساعات عديده، خصوصا وانه امام داكشي اللي كان مستهلكه، قام بالتقيع وهو طايح وكان كيحاول يتقلب على جنبه ما كانش كيقدر، في حين ان كاميرات المراقبه رصدات كيفاش تعرض الهالك لعده ضربات وتصرفيقات، خصوصا وانه كان مسخن. فالبوليس هنا كانوا كيحسوا بالاستفزاز، ملي كيقربوا عنده كيشبع فيهم سبان وكيخسر معاهم الهضره اكثر فاكثر، وكيوصل لهم حتى لامهاتهم ووالديهم بالكلام النابي، وهذا الشيء اللي خلاهم يحسوا بالاستفزاز حتى هو. ولو ان رجل الامن او رجال الامن ما خصهمش يكونوا كيتعرضوا للاستفزاز نهائيا، يقوموا بالواجب ديالهم ويبقاو معايدين ويعتبروا هذاك مخمور او مقرقب او في حاله تخدير شديده، ما ياخذوش ما يديوش عليه ويطبقوا معاه القانون كما ينبغي. بالفعل تعرضوا للاذى والاساءه والاهانه والاضرار نفسيه عديده من خلال المحضر ديال الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه اللي اطلعت على المضمون ديالو من خلال الحكم الصادر في هذا الملف. ولكن خاص رجل الامن يكون دائما رزين، خصوصا وانه غادي يبقى يواجه بحال هذه القضايا بشكل يومي ومستمر، وما يمكنش ليه دائما يدخل في نزاع او شناان مع اي متهم من المتهمين مهما كانت القضيه ديالو. اذا رجل الامن اخواني اخواتي خاصو يكون كيفكر بالحكمه والرزانه باش ما يلقاش راسه متورط في قضية من هذا النوع. وكذلك هذا نداء لكل المواطنين والشباب، يحاولوا يحترموا رجال الأمن أقصى ما يمكن، والامتثال شيء مهم جدا، وراه عقوبة هذا بوحدو، عدم الامتثال عقوبة أو جنحة معاقب عليها في القانون الجنائي المغربي. إلا وقف عليك الشرطي وبغى يقلبك أو يدير معك أي إجراء، خاصك ما تدخلش معاه في شي شنائن، وحتى إلا شتي بأن هذا الشرطي أو الضابط تعدى عليك أو تجاوز الحدود والصلاحيات ديالو، كاين مساطر قانونية يمكن لك تتبعها، شكي به للرؤساء ديالو او القضاء النيابه العامه، وبلا شك الا ثبتتي عليه الحجه ما غاديش يتساهلوا معاه نهائيا، لا احد فوق القانون. الفرقه الوطنيه قامت باستغلال كيف قلنا التسجيل ديال الكاميرا مثبته بمقر الديمومه، وكان الهالك مصفد كما كان عناصر الشرطه كيحاولوا جاهدين السيطره عليه وهو في حاله هستيريه، وهذا الشيء اللي تسبب في ادخاله الى مقر الديمومه بصعوبه جدا. ولكن الاكثر من هادشي كله اللي زاد سعر عليه البوليس مزيان واكثر فاكثر، هو انه وجه جوج ديال الركلات بالركبه ديالو اليمنى للضابط المداوي على مستوى جهازه التناسل، والثانيه ركله بنفس الرجل اليمنى، فقام ضابط الشرطه المذكور بتوجيه صفعه على مستوى وجهه قبل اقتياده الى كرسي به الى ركن به كرسي خاص بالمرتفقين بنفس المكتب. وهنا نباطح الهالك على البطن ديالو ثم السلق على ظهره، وبعد مده تحول الى وضعيه الجلوس ثم حاول الوقوف وكان يترنح وهو في حاله شديده من السكر. كاين مشهد اخر عاوتاني عينات مشاهد كثيره جدا، ولكن نشوفوا مشهد اخر. الكاميرا كتبين كيفاش كان الهالك لحظه ادخاله وهو مصفد اليدين قام بالبصق على وجه ضابط الشرطه المداوي، وضابط الشرطه حتى هو ما كانش من العاجزين، حتى هو شعر بالاستفزاز ورد عليه بالمثل، يعني حتى هو دفليه على وجهه وزادوا جوج ديال التصرفيقات وغير حلوا ليه الباب ديال الزنزانه. لاحظوا عاوتاني كيفاش نفس الضابط كيوجه ليه ثلاثه ديال التصرفيقات. من بعد ما دخل للزنزانه حاولوا رجال الامن واحد جوج ديال الشرطيين كانوا تما يهدئوه، ولكنه ما بغاش يمتثل وبقى طيلة تلك المدة وهو كيغوت وكيسب ويدفل ويعاير ويخسر الهضرة. وهنا قروا باش ما يحيدوش ليه المينط، خلاوه مينط الخلف ومربوط مع الزنزان، وهنا فين بان هو كيقوم بركل الحائط والباب الحديدي برجليه بحركات رياضية للكاراتي. بعد
حوالي فترة من الزمن الضحية بدا كيفقد القدرة على التوازن وكيتراجع للخلف قبل ما يطيح على الأرض ويتخبط ليه الرأس ديالو مع السين. ولكن مع ذلك الصبر في الحركات تحرك بوضعيات مختلفة في حين أن يديه كانوا ما ينطير اللغر. وهذه النقطة مهمة جدا خصوصا من اللي طايح على وجهه. على عصير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سولوا رجل الأمن المتهم الأول في هذه القضية يعني الضابط، قالوا ليه واش ما كنتيش عارف بأن السيد غادي يتعرض لخطر كبير من اللي كان طايح على فمه وكيتقيا وما ينض. راه الإنسان ملي تيكون في وضعية غير سليمة ويتقيا يقدر يشكل أمر خطر كبير على حياته. وقال لي ما كنتش عارف وما كنتش أو ما انتبهتش لهذه المسألة، خصوصا وأنني كنت كنقوم بدوريات او بعمليه مراقبه على باقي الزنازين والموقوف. الغد ليه في الصباح عاوتاني كيلقاو داك الشاب مازال مينط في نفس الوضعيه. هادشي الكاميرات ديال المراقبه اللي راقبتها او طلعت عليها عناصر الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه وشافوا عاوتاني المتهم ضابط الشرطه اللي كان تمايا كيتقدم من الهالك وكيوجه ليه بيديه ضربه على مؤخره الراس ديالو عطاه قوي يعني مازال حاقد عليه وزاد كمل عليه بركله برجله وهو باقي على نفس الوضعيه يعني مينط على ظهره وطايح على صدره. ومن بعد ساعات اخرى عديده كيلاحظ موظف شرطه اخر كيتقدم من الهالك من بعد ما تسالت تهلك ومبقاش قادر يقاوم. حل ليه المينوط حط ليه كلا وشرب وسد عليه وخرج. ما بين الجوج والربعة ديال العشية بقات عناصر الفرقة الوطنية كتراقب ديك الكاميرات ديال التسجيل ولاحظات بأن الهالك بدا شيئا فشيئا كيغيب عن الوعي قبل ما يفقد الحركة نهائيا وينقطع التنفس ديالو. إذن الفرقة الوطنية الشرطة القضائية وصلت إلى قرائن قوية كتأكد بأن الضحية تعرض للوفاة نتيجة التعدي أو كثرة الضرب الذي تعرض له من طرف رجل الأمن وأيضا ربما احتمل الوضعية الخطيرة اللي كان عليها، يعني كان في حالة خطر شديد وضابط الشرطة ما قامش بالتدخل أو القيام باللازم خصوصا وأن الهالك كان في حالة خطيرة جدا. هادشي الغد ليه من بعد ما برد يعني كتفهم بأن الحزازة الشخصية الحقد الذاتي ديال هاد الضابط غفر الله له حتى هو خلاه يتعامل على القيام بالواجب والتجرد والموضوعية وقرر باش ينتقم من الهالك ولو عن طريق إهماله وتركه على ما هو عليه. وهذه غير في حد ذاته خطيرة وهي عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر. إذن من بعد هاد الوقائع كلها اللي توصلت لها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ووقائع أخرى أكثر إثارة صدرت تعليمات ديال النيابة العامة الوكيل العام للملك بوضع الشرطيين جميع الرهن تدبير الحراسة النظرية وتقديمهم أمامه في حالة اعتقال ومنهم من عند قاضي التحقيق. وفي هذه الفترة بالذات خرجت الأسرة ديال الهالك والعديد من المعارف ديالهم كيحتجوا وكيغوتوا وكيصرخوا وكيقولوا فلان مات مقتول والبوليس هو المسؤول. كان طالبوا بالقصاص للشهيد ديال الشعب هكذا وصفوا شهيد الشعب. ما عرفتش واش كاع الإخوة اللي كيتابعوا هذه القناة كيتفقوا مع هذا الشاب واش فعلا كيتوفر على مقومات الشهيد أم لا. المهم كنتمنىكم تحطوا التعليقات ديالكم هنا لكل غاية مفيدة. هذه هي الوقائع ديال هذا الملف بالتمام والكمال بدون أي زيادة ولا نقصان. وقائع هي اللي بنى عليها القضاء وقرر باش يصدر حكم بخمس سنوات سجنا نافذا في حق ضابط الشرطة في حين أن ثلاثة ديال البوليس كيف قلت لكم راهم مازال متابعين ومازال ما صدرش الحكم في حقهم، منهم هذوك اللي وقفوه ومنهم اللي كانوا في الزنزانة، جوج في حالة اعتقال وواحد في حالة صراح. حطوا التعليقات ديالكم وعطيونا رأيكم حول وقائع هذه القضية المثيرة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى موضوع آخر بإذن المولى عز وجل.